بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ثم بعد. الخلية التي فككت، الخلية الإرهابية التي فككت هذا الصباح، هي رقم من الأرقام المتسلسلة للأسف التي تكاثرت في أرض الله كلها وليس فقط في المغرب. حظ الإرهابيين في المغرب أنهم ينتقلون من فشل إلى آخر، والفشل متواصل ومتتالي، ومع ذلك لا يرعون ولا يتعظون. على أي حال تسألني عن الأفكار وعن الجهات التي تزود هؤلاء الشباب، أو كيف يتلقون هذه الأخبار أو هذه الأفكار من هنا وهناك. فمعلوم أن الأفكار الآن لا حدود لها ولا جمارك ولا أي شيء. الأفكار تتطاير وتنتقل من مكان إلى آخر في رمشة عين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر النت وعبر الفضائيات وعبر كل هذه الوسائل التواصلية، ومن ثم فمحاصرة هذه الأفكار بالشرطة وبالحبس وبكذا، هذا شيء لا يجدي ولا يفيد إلا في من باب الحيلولة دون المرور إلى تنفيذ عمليات إرهابية. أما الأفكار فهي موجودة في كل مكان وفي كل حارة وفي كل بيت. هؤلاء الإرهابيون لا يرعون ولا يتقون الله عز وجل في شيء. فقبل أيام قليلة سمعنا إلى انفجارات هائلة في ضواحي كابول، مع العلم أن كابول الآن أفغانستان برمتها في حكم طالبان. المفروض أن طالبان مسلمون ويقيمون الحكم الإسلامي وما إلى ذلك، ومع ذلك داعش لا يعنيها إلا القتل وإلا التفجير وإلا الإرهاب. ولذلك لا نعجب إذا كان هؤلاء يحاولون بين الحين والآخر أن يحدثوا ضجة هنا أو هناك، انفجارا هنا أو هناك. ولكن والحمد لله في هذه البلاد كما نرى هي عشرات من الخلايا التي تتفكك بين حين وآخر، ولا كثرها الله هذه الخلايا. ولكن أقول بأن هذه، إن شئت الصراحة فأنا أقول بأن هذه الأفكار ينبغي أن تقاوم بالأفكار. هؤلاء الإرهابيون يعتمدون على تأويل فاسد لنصوص شرعية، نصوص الجهاد في الكتاب والسنة، يتأولونها تأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى هذا الأساس فالواجب على علماء الأمة وفقهاء الأمة وخطباء الأمة وعاظها، الواجب عليهم أن يعروا ويشرحوا ويفندوا هذه الاستشهادات أو هذا التأويل الفاسد للنصوص الشرعية. فأظن أن ليس على عاتق رجال الأمن وحدهم أن يتصدوا لهذه الجماعات، لا، بل الأمر ينبغي أن يكون مشتركا بين الجهات المتعددة، ولا سيما الجهات العلمية، لأن الإرهابيين يعتمدون على نصوص شرعية، وإذا لابد من تفنيد تأويلهم الفاسد أيضا بالعلم. هذا هو، أظن أن هذه أكبر جبهة. وهناك الجبهة الثانية أيضا التي لا تقل خطورة عن هذا أو لا أهمية عن هذه الجبهة، وهي جبهة إيجاد الشغل للشباب وعدم ترك الشباب في يغرقون في البطالة أو في الفراغ، الشيء الذي يعطيهم بعض الحظوظ للاستماع إلى الأفكار المستقطبة التي تأتي من هذا المنبر أو ذاك. إذن هناك واجب العلماء وهناك واجب الدولة في إيجاد الشغل لهؤلاء وإدماجهم، وهناك أيضا واجب الأسرة أيضا، لأن هناك الآباء والأمهات الذين ينبغي أن يقوموا بوظيفتهم أيضا التربوية والمتابعة وإلى آخره، حتى لو اقتضى الحال إذا رأوا في أبنائهم يعني ميولا إلى التطرف أو إلى الإرهاب، يعني لا أقل من أن يخبروا السلطات المختصة للمراقبة اللصيقة. فموضوع الإرهاب موضوع عالمي، ومهمة الجميع ومراقبته مهمة الجميع أيضا. وفي عندما يتعلق الأمر بالإرهاب
فأظن أن الناس كلهم ينبغي أن يكونوا يدا واحدة في مواجهة هذه الآفة الاجتماعية المعاصرة.